السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء طلبتوه. ويلكم تو بانشت 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 الحنانة. بنبدأ قرية بسيطة يعني في بانشت، يعني هي أصلا بادية أصلا هي في كل الأحوال. نبغى نسوي مدينة صغيرة حق السلسلة، لأن الجميع على ما يبدو يريد بانش ولا يلتبون جميع بانش. اوكي بنبدا قبل المنطقه هاي فضيها شوي عشان ان نبني نبى مزارع. عاوزين مزارع قوي. لحظه هبوس. اوكي خلينا نحفظ الكيباين شوي. انزين اول شيء بسوي طبعا لحظه وين الشوارع مالي. بنسوي قرية، لأن احنا عندنا اوريدي قرية يعني خفيفة يعني ما بس ما يكفي. فشو بسوي؟ ابى ابني شوارع ونبدأ القرية العجيبة هذي. عندنا ستوك بايل اوريدي موجود زين، ونبى نروح الشارع لوسط الغابة. ما بألف حول. خلينا مش اللونة. عنا نحن بارن، عنا بيوت، عنا كل شيء. اول الصيف نحن الحين وين؟ نحن صيف. اوبس صيف ولا شتاء؟ خلنا نشوف دقيقة. ابى اوصل امتد لي هنا، احط بيوت في الدرب واحطي مزارع هنا والستورج وربع هنا. فشو بسوي؟ اول شيء بسوي بسرع شوية انزين، لان الاكل ها ما راح يكفينا. 1300 بطاط راح ينكبون على طولهم. زين تريو بنسوي شارع. طبعا هي سلسلة انتو طلبتوها قبل، لكن الفرق ان الحين بدينا نلعبها ستوك بايل. ايوه هذا كم في كم؟ 4 في 6. بنحطي 4 في 6 ثاني، بنحطي 4 في 6 ثالث، على اساس انه يستوي عندنا بارن ثاني جنب البارن الاولي. زين اظني عندي موارد ابني هالسوالف. اتوقع نبى بير ماي في نص المدينة او مكانه بيكون فنان. زين ونبى لحظة خلنا نتعود على التولز. والله الحين بعدني مش متعود على التولز، بس انه والشورت كاتس هذا رقم واحد اظني. انزين بسوي شارع هني وشارع هني. اوكي وابا هالشارع يمر بالطريقة هاي، عساس لو احطي شيء هني بيت ولا شيء يكون اوكي. لحظة اول شيء بنحط بلدر، نبى حد يبني، نبى اثنين. انا ما حاط وايد شغلات حق البناء اصلا. انزين بس شو ابا؟ ابا الريسورسز ينشلن من هذا المكان. وايد ترى انا عارف انه وايد. اوكي انا عارف انه تو ماتش، بس تعرفون شو هذا هنا بيكون مركز المدينة تقريبا. لحظة اول شيء خلونا اساس ما توهق، انا متأكد الموسم جاي. بنبني مزرعة قريب التاون سنتر. 10 في 13 بنحطي شارع يستوي حوله. ايوه نايس اوكي. وبنحط لنا شارع هني. اوكي عندنا تو بلدرز. تو بلدرز المفروض يكفون الحين اللعبه اصلا. احنا مسرعينها 10 اضعاف السرعه العادي. واو شوف كم ليبرر عندنا. انزين كم واحد يبان حق هذا؟ 3. اوكي نايس. شو يزرعون؟ ذرة ولا ذرة؟ ابى ذرة، احس ان ذرة بيكون زين. زين بيبنون المزرعة، بحطي كم زارع على طول؟ 3 بحطيهم يزرعون. اول شي بوظف الناس اللي موجودة في شو في الاكل يعني، حتى لو يمسكون خطة شوية ابى على طول احطي. بحيرة هذه ها وين النهر الاساسي؟ معناه ما في تريد روت. في تريد روت؟ في تريد روت، بس انا اللي اباه الحين من هذا المكان هو اصلا اني
فود اند برودكشن، نبغى السمك على طول. انا ببدأ في الاكل قبل الشتاء يوصل، لان بانش لعبة اذا وصل فيها الشتاء ودع هريرة فان الركبة مرتحلة. انزين اوكي، مش وايد بعيد، اتس جود. زين لان الاكل عندنا 400، شوفوا اوريدي الاكل قام يخلص. نايس، شوفوا الذرة، اهم شيء اتمنى ان الذرة يخلص هاي قبل الموسم، لان من الاربعة اللي عندنا راح نحط. شو السالفة؟ فود زلو، الاكل عندنا نازل. في عندنا ناس مولدت تو جديد. لحظة، هذا شو اخباره؟ عندنا اثنين يبنون، هاي اللي بيبنون مدينة كاملة الحين. عارف في حد بيحتر علي بيقول خليل انت لحظة وين صار هذا في شرمن؟ بحطي اربعة على طول، خلهم يصيدون ويبقوا شوي درب وشوي درب للاستكفايل. بس احس انه عادي يعني، ما اذكر نحن لعبنا بانشت قبل في سلسلة ولا ما لعبناها؟ ما لعبناها صح؟ اتصور انه مش وايد سوينا لها سالفة، اظن يمكن لعبتها شوي بعدين ما كملتها. بس خلنا نشوف السمك شو سالفته. انزين الحين خلنا نلعب في الليمتس. الليمتس الاكل والله لو تريليون ما عندي مشكلة، 50 اقول لك 500 الف بعد. انزين اللوجز نبا 500، لحظة استوب 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 استوب، 500 لوجز ستون، 300 ايرون، 300 فيول. بنحطي نحن كم واحد؟ 500 لنا ولا الزمن، لانه وايد بيوت عندنا. كول برايا، هذا برايا ولا ادري بهن هايل. انزين الحين نبا اللي هو يا اصدقائي الريسورس هني، مش فورستر، وود كتر. ايوه ابا واحد يقص الخشب اللي عندي احطيه ورا هني اقدر. هي لان الستورج اريا انا ابا اسوي مكان تخزين تقريبا بيكون اكثر هني. لو امتد لهني احط الفورستر هني اوكي بيكون وايد زين. الماينز وربعه هني ونمتد المدينه هني، يعني الانتاج بيكون كله من ورانا، لانه بيكون في كويري وماينز وهاي السوالف كلها بتكون موجودة عندنا. فأظني وود كتر بيكون هني زين. لا هني بعد زين، هني بيكون وايد زين إذا عندنا وود كتر. لحظة خلنا نشوف، لأن الشتا بي، وإذا الشتا يا وما عندي خشب والله مش بتوهق، باكلها من الخاطر. أحط وود كتر واحد، واحد يكفينا أظني. الخشب عنده مفروض ما يطول، بس نحط وود كتر واحد. خلنا نخطط، عندنا ثلاث عمال باقين، حطينا اكثرهم في الاكل. هذا شو هذا صار يقص خشب؟ هي هذا اللي بيقص الخشب. هي 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 نايس نايس. هاي شغله جهزنا حق منو؟ حق الشتاء. زين وعندنا مكان حق عشرة. انا استعجلت في البارن شوي صراحه، ترى المفروض ما استعجل بالطريقه هاي، بس عندي مشكله في الاكل. اذا ممكن اقول ان في مشكله في الاكل، في بيكون مشكله في الاكل. لحظه، فعسب سالفه الاكل هاي نبا واحد يجمع الاكل. قلنا نحن هني بنسوي غابه اصلا صح؟ هني بنبني بيوت، فمو مشكله بنيب جاذرر حتى هني في النص، ناس تشتغل هني حلو. وبنيب عندنا موارد، والله ما ظني عندنا موارد، بيكون شوي مشكلة. نبغى فورستر، اللي هو الفورستر راح يزرع لنا، يزرع لنا الطريقة هاي فورستر صح. بنيه بشارع، بتشوف اذا عقب شو بنحتاج. لحظة خلنا نوصل هذا هني، خلنا نسوي هذا الشارع. اوكي عندنا اثنين بيبنون، بننقص اللي بيبنون، لان بنسوي اللي ولا حتى القاذرة الرسائل بننقصهم. بس شو ابوهم؟ لان هاي المنطقة انا شو بسوي فيها؟ خلنا نبطل اللعبة شوي. لحظة، يانا الشتا ويانا الشتا وما عندنا اكل. شوفوا الفيشنج هات هذا بيتم شغال طول السنة ان شاء الله، ان شاء الله يكون شغال زين. بس نحن بنحتاج اني اشل
resources gather stone من هني إذا في حصة اللي هني شلوه، ونبغى الحديد اللي هني. أوكي ينشل، ما في حديد هني، إذا في حديد هني وفي حصة. في حديد هني، في حصة، ما في وايد حديد عندنا. هذا الحديد كله نايس، جيبوا لي هالحديد زين بكون مستانس. انزين ما عندنا اكل فعليا، غريبة مع ان زرعنا تصدقون سوينا. عندنا 14 نفر. القذر هات يمكن يحل لنا شوي مشاكل، يعني هذا من يجهز شوية. انزين لحظة، اللي هو بيجمع لنا القذر هات شو يسوي؟ يجمع سامون. خلينا نعطي في تو بلدرز بس عليه، مشكلة عندنا بس اثنين يبنون. خلينا نزيد اثنين يبنون، وهم هالاثنين اللي راح اخليهم يشتغلون في القذر هذا، لان الحين ياخذون درب لوين؟ لين هني يشلون الخشب والموارد ويرجعون مرة ثانية هني. فشو بسوي؟ بني هني. زين بنبني شارع دايركت لين هني، شوفوا بياخذون اختصار، وهني بيكون مكان فاضي حلو نجمع فيه كل شيء ثاني اظني اتصور. زين تعال ابنوا هذا، خلي يجمع لنا اكل. والله شوف مكانه زين، انا شوف مكانه زين، شوف بيجمع البيري الشغلات الصغيرة هاي، اكل مشرومز ما ادري شو هالسوالف يتم يجمعها. انزين انت ورك نيد ورك، اوكي نيد نقص بلدر واحد ونحطي واحد يجمع. انزين الحين اللي يجمع بيجمع لنا اكل شوي زياده. الاكل والخشب وايد مهمين. لحظه شو اخبار الاستوك الخشب مالنا مال الحرق؟ وين 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 وين؟ ايوه هذا فاير وود عندنا 253، 500 وايد اصلا كبدايه، بس خليته يسوي 500 ما في مشكله. To be late better than be never. انزين الحين ابغى شيء ثاني، ابغى بعد اكل احيد. كان في عنا ما لعبته من فتره طيبه بلاك سميث. اوه يا جماعه انا ابغى معدات، لان البلاك سميث هو اللي يسوي للعالم. ايوه والله مكان حلو تصدقون، بيشل السمام هني بيسوي على طول، وبيرد يحطيه في الستور. بلاك سميث هو اللي يسوي المعدات اللي يشتغلون عليها العالم، المعدات اللي يشتغلون عليها العالم وايد مهمة. والله حلو محافظين على 300 اكل على فكرة، ونحن يعني اذا يانا الصيف وزرعنا انا اظني بيكون ممتاز. لان لحظة خلنا نسرع اللعبة شوي. زين لان شو انا بخبركم، لان الحين اظني اللي يشتغلون في المزرعة الحين يشتغلون ليبرز يساعدون في البناء وهالسوالف. وينهم؟ تعالوا زرعوا. اوه صيف. اوه زين انت شو اخبارك؟ انزين صبر ستوب بنقص. عندنا ليبر زيادة نايس، بنقص لكن بلدر بنحطي فورستر واحد. اوكي الحين اوكي انيبل الحين يقص ويزرع في نفس الوقت. هذا اللي راح يسوي يقص شير ويزرع ناشير. بس ابا هنتر، ابا هنتر 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 هنتن كابن. ايوه ابا واحد بعد يصيد. زين وقادرر عندنا، كل شيء عندنا، هالسوالف عندنا، ما عندنا مشكلة. في شيء ثاني اباهني؟ ما في شيء ثاني اباهني حاليا. سوري كل شوية تم سكيب، ابا اسكر تول ارد اسوي شيء ثاني. زين الحين واحد من هالعمال اللي عندنا راح شوي يسوي يجمع لنا اكل. انتوا بتحسبون يمكن شوية انا مبالغ في الاكل، بس ترى الاكل يسوي بلاوي، الاكل يسوي بلاوي، ولازم نهتم في الاكل بشكل مش طبيعي الصراحة. اخبار الخشب فاير وود اصلا هالمنطقة كاملة بتستوي بيوت، فخلني اقوم شو اسوي؟ اشل الريسورسز اللي هني كامل لين البحر. شلوا هالشيره بعد في دربكم، كامل كامل حصى غيره كل شيء شلوا.
اي بيستوي على الاغلب خدمات بيوت هالسوالف. هني هاي الخطه المستقبليه اللي راح انا ابني عليها، اللي هو الستون والكويري ونيبل، على اساس يكون بيوت هني وقريب الشغل. والله حلو المكان، بيساعدنا، وهني نبني بيوت على النهر كامل. والله بيكون مخطط حلو يعني، مش ولا بد. بس اول شيء لازم اوصل لموازنه الاكل، لان الاكل تشوفوا عندي ها amount of stored food راح ملح. وود كتر وين صار؟ اوكي هذا خلص شغله، خلاص عنده فل جاهز حق الشتاء. ويت نحن شو بنحتاج الحين؟ ودي خليه يبنون هذا، ونبقى اكل. الاكل هذا اللي عندنا ما يكفي، فشو بسوي؟ بما ان عندنا ناس زياده بني بمزرعه ثانيه، او تعرفون شو، ابا اصيد سمك زياده، فبجيب فشن كابن ثاني وبحطه للشارع. خلنا نصيد سمك اكثر، لان السمك مثل ما تقولون مستدام اكثر. هني كم يشتغلون؟ 4 من 4، لان السمك مستدام اكثر، طول السنه شغالين يبون اكل. ونحن الحين فعليا مني الهنتر بعد هذا شوي راح يعدل لنا مثل ما تقولون الاكل، لان راح نحط، بخلي ليبر واحد اخر شيء شكلنا، بس يشل المنطقه كامل. عامل واحد، عامل عامل واحد، هذا شغال زين. كل ما ينقص ازيد 500، اظني الحين اكثر من كفايه. بنواجه شوي مشاكل قريب، ترى مشاكل راح اواجهها راح تعور بعد. زين الحين ها شو ناقصنا؟ لوجز، عندنا لوجز. ريموف، ناقصنا حد يشلهم. يبالنا 12 ستون. زين لو عندنا عمال بفير كفايه. خلينا نشوف شو اخبار المزرعه. يوه يا المزرعه تنتج اكل والله. بيزرعونها مرتين؟ اذا بيزرعونها مرتين وايد زين بيكون. ترى شوفوا الحين زاد عندنا الليبرز، لان شوفوا قاعد يكبرون الياهال. اول مرحله ياهال لين نحط مدرسه، هم الحين يكونوا ياهال. يكبر الياهال لين يستوي ليبر اللي هو يبني لنا. بس اذا حطينا مدرسه شو يسوي؟ قبل لا يشتغل يروح المدرسه، فيطول الفترة اللي يحتاجها الياهل لين يكبر يستوي عامل. بس شو يستوي؟ يزيد كمية الافشنسي والفعاليته حقنا نحن كنحن نقعد نبني، فبيكون وايد زين. نحن الحين بس عندي مشكلة الاكل، انا لازم اتم عاديا انتج اكل. شلوا الشيرة واحدة، اوكي نايس. هلا نحطي لنا هنا كم فارمر؟ يبالنا 3. كم جاذرر يحتاج الهت؟ لحظة، 1 out of 4. بنزيد لنا جاذرر واحد بما ان عندنا ليبرز. خليه يودي اكل. شو من اكل عندنا نحن هني؟ عندنا ذرة، عندنا سمك، عندنا روس. السمك بيتم يجينا طول الشتاء ما عندنا مشاكل. بس الحين منو يشيل الخشب حق البناء؟ بلدر ولا هذا؟ انا ما اعرف الصراحة. يا يعني شتا ثاني. بس شكلنا اوكي، شكلنا اوكي. بنعيش الشتاء هذا بعد، بس ما في اكل. اظني في بيكون، بيبولنا اكل، مو عليه بيبولنا اكل. هي بيبون اكل شوي شوي، بيبون اكل. خاصة نحن الحين الشتاء الجاي قبل كل شيء بيكون عندنا مورد اكل. اذا بنوا هذا بعد زين، بس ما قاعد يبنون بسرعة المشكلة. شو عطنا من بعيد يبنون؟ اوكي عندنا 5 ليبرز، عندنا لس كبرت، اظني بنيه بتكون لس. زين كبرت وقاعد تسوي اوكي نايس. شلوه الشجر، يلا يا شجر، يلا يا شجر. عندنا هذا بعد، هذا معناه عندنا ناس كفايه يشتغلون وين؟ في الاكل الحين، في الانتاج. لان الحين همي انا انتاج شو؟ الاكل. انزين ابا بلاك سميث واحد بس اساس يسوي لنا تولز، لان التولز وايد مهمه. الحين شنو بقى؟ ايرون يسوي لوج، يسوي تول. خلي يسوي 100 تول. قاعدين نتوسع بسرعه نحن شويه.
يستعمل الخشب والحديد اللي عندنا. حديد هي عندنا حديد، زين خليه يستعمل الحديد. وين صار يا رب يا بانشت بانشت بانشت، قصة طويلة بانشت يعني مش طبيعية. اوكي هذا قاعد ينبني عندنا وقاعدين نسويه. اشكركم شكرا حتى تستغيثوا من الشكر. انزين الحين بس يبنون هذا بيستوي عندنا. هو اللعبة فيها انتظار لحظة، خلنا هي اسرع شيء. ما في اسرع، لا ما في اسرع. انزين خلنا نسرع لكم الموضوع البداية هذا، لانه هي موازنة اقتصادية شوي تعتبر اكثر من ان هذا. ها قاعد يسوي لنا تولز. شو اخبار التولز اللي عندنا؟ التولز هني عندنا 29. اه اوريدي سوى تولز، بس عندنا الناس ترى بسرعه قاعد يجون، احنا ما قاعد نقصر وياهم على طول. في بس شو اخبار البيوت؟ في حد ما عنده بيت؟ تمام تمام في عندنا مكان، عندنا مكان. هاي عائله عوده شوي، عندنا مكان عندنا مكان. انا معتمد انهم يجون بسرعه ترى، انا معتمد على سالفه انهم يجون بسرعه. آه اوكي الحين عندنا هانتنج كابن، بنحط عندنا 5 ليبرز، بنحط 2 هني يصيدون، وقذرر بنزيد حبه، بنزيد قذرر حبه. اوكي وبنتري شوي لين يبنون الفشنج. اظن لين يبنون الفشنج اصلا. نحن الحين شنو بنسوي بعد؟ بنحط مدرسه بسرعه، ما نبي نتاخر في المدرسه، على اساس ان المدرسه بنحطيها مكان ما هنا، لان هني بيكون في خدمات في الوسط، مستشفى مدرسه هالسوالف. حط شارع البيوت حولهم من هني صوب البحر شويه، بنحط لهم باقي الخدمات داخل شويه. ابا نوعا ما بغير مكان هايل، بس احس حرام. فشو بسوي؟ بكبر هايل. وين كان الاستورج؟ لحظه توي حطيت استورج انا، هذا هو. زين ابا اكبر الاستورج شويه. 4 × 6، 4 × 6، 4 × 6. وبنحطي له الشارع من هني لين هني شوي قياس اوف، بس ما عليه. اوكي اظني ما بيأثر، على اساس نحصل اماكن تخزين موازيه للبارنز مال الحظاير. مال الحظاير المستخبليه يمكن نحطيها هني بعد. ابى المكان شوي مركزي، لان ابى ابني الصناعات حوله الخطه مالي. اوكي هي صناعات حوله بيكون حلو، والستون اظني بيكون مكان هني، لان الستون عباره عن حفره كبيره، او يمكن هني اللي في الشارع بيكون بعيد شوي. بس زين خشب عندنا وايد، ما عندنا وايد خشب على اساس اني انا قاعد اتفلسف واقول لك سو كذا وكذا. زين ما عندنا ناس زياده. نحاول صار لحظه تري ريبورتس مش لوج ايفنت نبا، ايوه هذا. زين اوه عندنا 7 ليبرز. لحظه لحظه لحظه، هذا معناه بنحط فورستر زياده. زين وبنتري شوي. ليش بتري شوي؟ لانه عندنا فيشنج هات، بحط فيه 3 هذا على طول، 4 بخلي 2 ليبرز على طول، بحط فيه 4. زين بنحطي 4 زيادة صيادين سمك. شوفوا خله يشتغل على طول، كام فول ما يوقف. ابى الاكل ما يوقف. زين هاي المزرعة مكانها زين، بس المزرعة الجاية راح تكون مو بهني، لا هني احسها غلط بيكون. حطينا مزرعة هني، بنحط مزرعة، ما ادري اذا بمزرعة ثانية الحين، بس الاكل قاعد يستهلك بسرعة. انا بعرف كيف اقدر اخف من عدد الناس شوي، لان وايد ناس قاعد يجوني حاليا، وانا ما بهل كثر ناس، لان الاكل هم، الاكل في اللعبة هم، لا تتصورون الهم اللي من ورا الاكل. انزين اللوكس خلنا الريسورس ليميتس ليش عليه هذا، خلى 1000 ستون، خلى 1000 ايرون، خلى 1000، ما عندك مشكلة. فيول 1000 بعد، فحل خلى فحم فحل 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 فحل
نباتولز سور هيربس هيربس خل ليش اخي حط ليمت على الهيربس يا اخي الهيربس ما اعرف 5000 الا 5000 هيربس ينجمع يعني طف كلوث 250 الكحول خلهم برايهم انزين شو سالفة الاكل عندنا حق الشتاء عندنا اوكي اكل ولا اذا زدنا الحين في الاكل اذا زاد الاكل عندنا هالشتاء معناه وضعنا تمام لازم نزيد شوية اكل زيادة حق المستقبل لان بنحط الحين تريد نحن بنتعامل مع الناس اكيد يعني بنحتاج شيء زيادة فاذا من البداية عندي اكل زيادة بيكون وايد زين اوه عندي الفا شتا وقاعد يزيد الاكل ايوه هذا معناه لازم احط مدرسة وابدا اخطط التاون سنتر لحظة اذا بحط مدرسة مدرسة وين بتكون عند الفشرس لا مش عند الصيادين وش هني عاد لا مدرسة بتكون براكم مدرسة عند البيوت اليهال وين يسكنون في البيوت صح هني بعد مكان مش غلط لانه في التاون سنتر في نص المدينة حطي مدرسة ما اعرف اذا بحط المدرسة هني لا اوكي اوكي المدرسة سوري المدرسة اوكي هني مكانها زين خلينا نبدأ نحط الخدمات من البداية والاكل الاكل الاكل اللي ما بطايع ينتج عندي ما يسعدني ابدا كمية الاكل الموجودة حاليا كمية الاكل مش اوكي ابدا انزين هل ليش طلع شير هنا شكل الفورستر شغال هنا وهناك لحظة شوف لا الفورستر المفروض ما يكون شغال هنا انزين الحين بحط الشارع شوفوا هذا التاون سنتر نوعا ما هني شارع اوكي الشارع هذا يبالنا في الشارع الثاني لان بينولدون عندنا ناس جديد او ممكن تعرفون شو نحط حقل ثاني وين مكان ما هنا اسوي حقول فخلوني اشل الموارد اللي هني كلها وزي بشل الموارد اللي هني كامل كامل عن بكرتي ابيها زين كامل امسحوه مسحة هذا المكان اكثر من تي ما بشل معاده يمكن اشل شوي حصة زيادة والحديد وايد مهم لان الحديد ما عندنا منه وايد اظني بحط مزارع الناس اللي بتينا الحين اكيد بيونا ناس زين ببدا احط بيوت هني شويه من احط شوي بيوت كامل شلو هاي الكلام كل شيء شلو اخ اتم ادق هذا لحظه خلينا نشيل هاي الكلام انزين ببدا احط هني تعرفون شو بيوت في هذا اللي هني في هالمكان او لحظه خلي البيوت هني على البحر ولا بعيد ابغى يزيدون شوي محتاج ناس فخلوني اجيب هاوسنج الحين ستون هاوس بدري علي ابى احط الهاوسنج سوي فريج صغير هني هني فريج صغير هني بيكون مكان فاضي حق خدمات ممكن احط بيوت هني بعد جنب الستورج ربع الستورج اكثر منها ما اظن بنحتاج قريب بس المشكلة الوحيدة يوم ستورج مركزي يحتاجون لحظة ستودنت اوكي محتاج مدرس اوكي خلي يكون عندهم مدرس كم طالب يشل هذا ما اعرف بستكشف مع الوقت اوكي مدرس واحد كفينا محتاجين مدرس واحد بنشل الياهال بدل ما اخليهم على ما هم عليه شو بنسوي بسويهم مدرسين عندهم انزين فعندنا تو بلدرز الحين خلينا نستغلهم بنبني بيوت وين هني ابا ثمان بيوت احنا كم بيت عندنا 1 2 3 4 5 خلينا نشوف بيت ثاني لا ولا هالبيت ولا هالبيت ولا هالبيت ولا هالبيت دقوا اف 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 لازم
طريقة كئيبة شوي، لكن أيوة هالبيت أحسه حلو. بيت، بيتين، ثلاثة، مبدئيا أربعة، بسوي بارتس أربعة وراهم إذا احتجت زيادة. أوكي مبدئيا حق الحين هذا، ليش؟ لأن هاي اللي بيشغلوا لي إذا يو الحين عندي ناس زيادة، واللي هو أنا محتاج ناس زيادة فعلا فعلا، أنا محتاج وايد ناس زيادة. ما عندي ولا طالب، أبا لهالي يروحون المدرسة، شوفوا ما عندي ولا طالب، أبا طلاب عسى يشتغلون في المستقبل، وأبا بيوت عسى الناس تسكنها. أظني هم يم الحرمة والريال، يكون في حريم وريال إذا سكنوا في بيوت بروحهم يبون عيال. فبالطريقة هاي لازم نسوي، لأن الحين هم ساكنين في بيوت. أظني هي بالطريقة هاي تشتغل. الحين الأكل عنا قاعد يزيد، اللي هو وايد زين. الأكل ترى وايد زين إنه يزيد، شكل لا تخيلونه زين. إذا لعبتوا اللعبة خلوا عندكم الأكل زايد وترتاحون على المدى الطويل. هلا نشيل هايل زين، هاي خلي عادي مشكلة، بس الحين ببني البيوت. أهم شيء أولوية مال البيوت. هاي من يشلون شو بسوي؟ بسوي شارع من هني، بسوي لي كم مزرعة، وبسوي هني تخزين. لا تخزين أوكي، مركزي مكانه زين، مكانه زين، لا مكانه زين، مكانه زين مش سيء يعني. بس الأكل عندنا شو أخباره؟ والله شيء، شوفوا يجيبون عندنا بيريز اللي هو هاتوت أظني، بصل، ذرة، عندنا شو اسمه، عندنا يتجمعون فوق بعض يسوون كمية طيبة. بس سمك كم مثلا؟ 27 سمك. ما أحس إن الأكل كافي، ما أحس إن الأكل كافي أبدا، أحس يبون أكل زيادة شوي. المزارع يبالنا كم من مزرعة زيادة من الحين، وخاصة استوى عندنا، تشوف انه طلاب، اذا استوى عندنا طلاب الحين زين. لا الحين قاعدين نجمع، نحن ما عندنا مشكلة، ياخذ شوي وقت، ياخذ هذا امور طيبة. بس تعرفون شو، اذا اخلي الاكل دايما توب بتنحل معظم المشاكل، انا متأكد. خاصة ان هذا الحين شغال في لمات روكس تو الف، بينتج لين الف، الف وايد ترى مش شوية، يعني اكثر من اللي نحتاجه بكمية. زين البلدرز شو اخبارهم؟ ليش ما يجون يبنون؟ انا عندي اثنين بلدرز، شوفوا كلهم يجمعون ها في الشتاء، كل حد يجمع، شوفوا كيف على طول النظفه في الشتاء. فحلو اذا نحط خطه حق الشتاء وايد زين. تولز 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 تولز، اوكي تولز هذا خلاص وصل حد بلاك سميث، نايس نايس. اهم شيء عندي كم فود اللي متمالي؟ 50000 صح؟ وصل كم اقدر اشتري؟ 5000 اظني الواحد يمكن تقريبا. اظني هم يتريون الجاذررز عشان يشلون هذا. تعالوا ابن بيوت، ابا ابن بيت، ابا ابن بيت. هذا الشيره واحده انشلت، عندي اثنين يبنون، واحد مفروض يجمع، الشعب كله يجمع ولا حد قاعد يبني، يعني استهبال من الاخر. في الشتا شوي ينزل. هذا حبه قدام، ما علم مشكله، خلني بس اساس الشكل اعطي هذا هنا مكان. هاي شو اخبارهم؟ ما انا ما شيكت عليهم والله. هذا مصدر بطيء للخشب مش سريع، بس اوكي يعني مثل ما تقولون شبه مستدام، ان نقدر نستعمله ونستعمله ونستعمله ونستعمله، ما عندنا مشاكل وايد. بس الحين الهم الاكبر مالي، ايوه، اني اجيب هذا السطر ينشل. ليش ما حد قاعد يزرع؟ لا اوكي 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 يزرعون، شوفوا هذا هذا يزرعون، كنت على وشك اني افنشهم يعني. ابا هذا اهم خطة عندي، ينشل وما ينشل، ابا احط شارع هني ما اقدر، ابا احط مزارع. والله ممكن بعد احط حق الايرون وربعه هني، ممكن اسوي هالشي، لان الاكل عندنا حاليا معانا. بس عندنا طالب، عندنا اول طالب. منو طالب؟ وينه؟ اقدر اشوف اسمه؟ لا ما بعرف منو يدرس الحين. تولز كاب، كل شيء كاب، اكل الحين بيزيد من ياخذون المحصول، والحين بيزيد الاكل وايد. شوفوا بنسير هني نسوي خط كبير،
شارع المزارع هذا عندكم في المكان، في وين ساكنين؟ شارع اسمه المزارع، يقول عند المزارع رايحين. خبروني تحت في الكومنت بعرف، لان دائما وين سايرين مثلا مكان، سايرين عند المزارع، سايرين عند ولا شيء، في اماكن في ناس عندها تسمي اسامي معينة. والله الطريق طويل ترى من هني لين هذا المكان، وانا محتاج البيوت تنبني، محتاج البيوت تنبني. والله عندي تو بلدرز، حرام عليكم تسوون بكذي. والله تو بلدرز مالي وينهم؟ شو يبنوا شو يبنوا؟ ما عندي شيء ثاني ابني. وين رايحين هاي؟ والله الحين تريب شغلات، بالليذر دنيا يعني. عندي عندي 4 طلاب. نايس نايس، شوف اللوجو بنت، 4 طلاب صاروا عندي. نايس، هاي من يستوين عمال، بيستوون عمال رقم واحد حسهم. شو قول بس، يبغالنا شغلات ثانية نبدأ ننتج. يا والله مكان ترى كبير مش صغير. سوينا 13 في 10 تقريبا، ممكن اسوي مزار 15 في 15 ستاندرد. بشوف كم يسد. اوكي، اخيرا قام يبدا. شوفوا كم نبني البيوت اخيرا. لازم بيوت على اساس الناس تكثر. الاكل عندنا قاعد يزيد على فكره، وصلنا 2000. اهم شيء احط عيني على الاكل، ان لو ما في اكل بتورط ورطه مش طبيعيه. استويت معي قبل، وحتى الخشب مال الحرق يعني، هذا اذا الناس تبرد يموتون، اذا الناس جوع تموت، اذا الناس كذا تموت. فوايد طرق في اللعب انك تموت. في عندنا طالب زياده؟ لا، بس ما يتكثرون. لحظه خلينا نشوف. ايوه شوفوا، هاي السكن اكيد بيسوون بيتزوجون يعني، متزوجين اكيد يعني، بس هو اكبر عنها ب 11 سنه شوي شيبه والله. ماخذ وحده اصغر عنها ب 11 سنه، كفو عليه الصراحه، حجزها على طول. هني استوى عندنا 2. شوفوا الحين كل ما بنحتاج ناس زياده بنحط بيوت، سكن 2 مع بعض، سكنهم وخلي يشتغلون جاب. زين الحين اللي بسويه خطط مستقبليه هي شارع. خلنا نشيل هاي اللي هني، كل اللي هني هذا ما نبغى، شلو كامل. عندنا اكل، هي عندنا 2000 بيكفي الناس اللي عندنا. نحن لا بعد بنسوي المزارع والاكل الزايد. الحين 5 سنين صار لنا، اوكي. حاليا خريف متاخر على قولتهم، ليت اتم نظن الخريف كان، لا مش خريف، اتم ربيع، هي ربيع اظني، بعدين شتاء، بعدين صيف، بعدين خريف، بعدين ربيع، بعدين شتاء، صح؟ اظني هاي الدورة، دورة الحياة. يلا هاتوا عيال فكونا، حطي الكمبيوتر ليش؟ بعدنا بناس زيادة. لحظة، نبى ناس 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 ناس. خلنا نبني بيوت. 1 2 3 4 كل 8 جروب كفاية أظني، لأن لازم نبني شيء ثاني هني في الوسط، اللي هو دام إن عندنا البيوت هني، بيوت هني، بيوت مركزية، لازم ببني الماركت. الماركت يبغى له مساحة طيبة. شوفوا بخليه مكانا هنا، بيغطي في الوسط، بيغطي البيوت اللي هناك والبيوت هني وبعض البيوت المستقبلية. بما ان عندي 2 عمال بناء، فخلنا نحط هذا عسبيون ياخذون اكلهم من هني وثيابهم وكل شيء من هني، ونسوي هذا بالطريقة هذه. ولانه السوق اظني عادي يكون عندنا تخزين عنده، احس عادي يكون في مساحة تخزينية هني. تو لارج، بنسوي هني واحدة صغيرة، واحدة صغيرة ثانية، بنسوي واحدة صغيرة وواحدة صغيرة، نفس القياس اللي هناك لا غير نفسه اوكي نايس. في نفس الوقت هذا بيقصر عليهم المسافة شوي، ما بيوصلون لاخر شيء يعني على الاقل، وقريب على الخشب بعد.
بس هذا زين، هذا قريب يجيب المخزن، اقرب مخزن حقه، ما عنده مشكله. انزين، اوه سوى عندنا 10 يا هاله. شوفوا عمال مالنا ما زادوا، هاي اللي ابو ولد، هاي اللي ابو ولد، هاي اللي ما ابو ولد، صفر ولد عمره صفر. اوكي يا ابو ولد عمره صفر. نسيت اغير ديزاين البيوت، اوف حرام، لانه يحط بيوت عشوائية هو، ما بيهدمهم والله. اوريدي سكنوا فيها، حرام اهدم عليهم. اروم اسوي ابجريد، بس هاي اظن اول ناس بيحصلون ابجريد اصلا اتوقع. عندنا ريسورس، هي عندنا ريسورس، عندنا موارد. نبى بعد مزرعة. اليهال اللي بيكبرون عندنا 4 طلاب صح؟ شو بيسوون اليهال هايل؟ بيسوولنا مزارع. شوف 10 12 في 10، وبنسوي مزارع ثانية هنا 12 في 10، وبنسوي مزارع هنا كم؟ يا بالضبط، نايس. بنسوي، مش لازم كلهم يشتغلون الحين ترى، بنسوي هذيل هني المزارع وين الناس تشتغل، وتشل الاكل من هني، ويودون الاكل وين؟ المخازن على طول. مخازن عندنا لو تفولت مو مشكلة، بنحط اي مخازن هني. اتمنى لحظة المخزن، اخ حرام حبة افسد. اوكي زين لحظة، ممكن اسوي المخزن بطريقة هاي، اوسع الشارع حوله، بيستوي قبيح بعد، ما اعرف بشوف. اذا احتجت مخزن بيكون زين، بس الحين ما احتاج مخزن زيادة. انزين، نحن على اساس نسوي نبا مزارعين، بزيد مزارع واحد. انزين، وبنزرع هني بعد ذرة، ذرة لان مشروع ناجح شكله. اظني هم فاضين شوي، اللي هم فاضين شوي زين، مزرعتين عليهم اظني يقدرون يلحقون اتصور. بعدين اصلا نحن قاعدين نتريى 4 يخلصون مدرسة، من يخلصون مدرسة هم بيشغلون وظائف الزراعة كلها. لا تعالوا نبغى شو اسمه، نبغى حد يشتغل في الدكان بعد. زين بنقص واحد من السمك، زين بنحطي فندر يبيع عليهم سمان. اوكي بنحطي واحد يشتغل هني، ومن يجونا ناس زيادة شو بنسوي فيهم؟ عندنا 5 طلاب، نايس. انزين شوفوا قاموا يتكثرون الناس، كلهم يابو عيال، حلو حلو وايد حلو. هم يابو عيال، خيبة هذا صغير، وحدة عيوز ماخذة واحد صغير، والله ما فيها حيلة صراحة. حصلت واحد قوم 16 تزوجه، بس مش ممنوع عندنا 16 تزوج شو؟ اي بعد نفس الشيء، عمر 26 متزوجة واحد عمر 16، ولا اظني العكس ما اعرف. هاي نفس الشيء ساكنة، كيف يبون عيال؟ ليكون ما بتكلم، عيب. انزين الحين احنا نتريى العيال يتخرجون من المدرسة اساس يستوي عندنا مزارعين. مزارعين بحطي واحد في هذا يو عندي 2، شوفوا بحط، برجع الصياد صغير واحد، وخلي 2 ليبر مو مشكلة، لان هاي المنطقة بشلها، هاي حق مستقبل. شوفوا حق المستقبل، نبغى هذا المكان بيوت على الاغلب بعد هذا المكان، يعني بياخذون مسافة شوي بس من هني لين المخازن اللي هني يبالهم مسافة شوي. انزين زاد عندنا الناس، فخلنا نحط مزارع زيادة. انا اللي اعرف انهم الحين بيشتغلون شو؟ 5 مزارعين. اوكي اقول خليه بر واحد لان الشتاء، بنتريا بعد نحن 2 يتخرجون من المدرسة، 6 مزارعين. ها كم مزارع؟ 3، 6 اللي نحتاجهم اصلا، ما نحتاج اكثر. هاي خلهم مو بشغالين مو مشكلة عادي، ما بهم شغالين اصلا، بس اهم شيء الاكل عندنا ما ينزل، لان الحين الاكل هم. قلت لكم انا وايد قلت الاكل هم صح. الخشب شو وضعه في الشتاء؟ والله ممتاز. التول شو وضعه؟ اكثر من ممتاز، لان كل ما يجي احد يشيل تول، التول ترى يسرع الشغل بعد ترى، لا تنسون يعني، لا تنسون. والله انا مستانس شكل القريه الحين، احسها حلو، بتكون يعني بتكون قريه حلوه مرتبه، وهذا بيغطينا بيوت، حتى لو سوينا بيوت ورا هني شوي بعد بيغطينا البيوت، يا
يعني اللي هو وايد ممتاز صراحة، يعني أشوفه وايد 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 زين. إذا يانا عامل زيادة يمكن أحطي بندر زيادة على أساس يحطي سامان يشله من الستور، بعد يخف علينا ضغط الستور شوي، الناس تيجي تشتري من السوق تستانس تمشي. خلينا نشوفهم لحظة، والله يجون الناس يستانسون، يعني مش انهم يعني زعلانين وايد، لا مش زعلانين ابدا احسهم. اوه انزين، هذا خلينا نشوف هنا البيوت هاي ابى اشلها، بس اذا شليت البيوت هاي بيكون ما عندهم بيوت صح، ولا بيسكنون مع ناس غير؟ شو رايك نجرب بشل هالبيوت؟ زين 1 2 3 4 5 وببني لهم بيوت هني. اوكي لحظة مش بيت، بيوت ببني لهم بيوتهم. 1 كالعادة نسيت، والله المفروض كلهم يكون نفس الشكل. 2 3 4 وين صار؟ هذا 5 6 7 8 حطي لهم شارع هني يمشون له. ادري ما عندكم بيوت، قاعد ابني لكم بيوت، والله ما عندهم بيوت زعلانين، طردناهم من البيوت مساكين. ان شاء الله عندي موارد ابني بيوت، ان شاء الله عندي موارد ابني بيوت. بيسكنوا ما عليه، بس ما يسكنوا مع حد ها خقاقين. اوكي خلينا نبني لهم بيوت قبل ان تاتي الكارثه والمطمه. لحظه وين صار وين صار وين صار؟ على ما اذكر كان في تول انكريز برايورتي، ايوه ما اعرف شو تسوون انتو يل تبنون، بس ابنوا هذا اول شيء البيوت. ان شاء الله عاد يشتغل الموضوع، ما يطلع شغل مقصه. بيبنون شيء يعني؟ هي قاعد يبنون، هذا قاعدين يبنون. نايس، ابى الناس تسكن لان ما عندهم بيوت، بيموتون ما في اكل. ولا وين الاكل؟ الاكل في السوق. نذر فيش فير وودز لوكس، لا ما يكفينا الاكل، ما بيكفي الاكل. زين خلي يكون عندهم بيوت. لحظة، هاي مشكلة مش طبيعية ترى. زين ياس ابني بيوت، انا ياس ابني بيوت حق ابن عيال. زين خلينا نشوف، ما عندهم اكل ما عندهم اكل ما عندهم اكل ما عندهم اكل، مع اني وايد اكل مسويها. زين ان شاء الله يسكنون هم في البيوت، ما يسكن حد ثاني ان شاء الله، ان شاء الله هم يسكنون في البيوت. عندي مزرعتين شغالين وعندي 6 مزارعين، في عندي ناس تنولد كل شوية، بس للحين ما حد، ما في سرعة كافية انهم تخرجوا من المدرسة. اوكي هم قاعد يحصلون البيوت، وايد حلو. هدمنا 5 بيوت، محتاجين 5 بيوت، فلو سمحتوا ابنوا هالبيوت هاي اساس ان الشتاء جاي وما باهم يموتون. واي عمال عندنا زياده الحين بحطيهم في الاكل، صبر بحطيهم في الاكل على اساس انه ما نتوهق. بو 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 بو. اوكي نايس، ابي يحصلون حصلوا بيت الحين، حتى لو يهدم هذا عادي يسوي 5 بيوت، ممكن 5 بيوت برايا. اول شيء الاولويه هناك، الحين اذا واحد ما عنده بيت عادي بنبنيه على طول، ما مش قضيه مش قضية. والله اتمنى كلهم كانوا نفس الشكل، والله اتمنى كلهم كانوا نفس الشكل، بس انا شوي خبصت يعني. شوفوا هذا غير هذا غير، على اساس انهم نفس الشكل، بس حرام يا اخي، احس وايد لازقين في بعض، مش حلوة البيوت يعني وايد. هاي بروحها ساكنة في البيت ما عندك حد. شو انزين الحين ما في حد ساكن في البيت، يعني لو هدموا هالبيت هذا وايدين اللي يهدمون البيت. اوكي بتحصل سكن على طول، اهم شيء لان الشتاء يا وما في اكل اصلا.
أظني إذا أعطيت أولوية يهدون كل شغلهم صح؟ وما زرعوا أي شيء حق الشتاء. والله والشتاء ما يرحم، والله الشتاء ما يرحم. الحين إذا ما أنا أكل راح أتوهق أنا. أظني أستثمر في صيد السمك أفضل، لأن الحين أشوف المورد اللي جايني هني شو يعني في البيوت فيهم أكل. لحظة، هاي البيوت فيها أكل، يشلون الأكل من السوق ويحطونه في بيوتهم. عسب 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 هالموضوع أنا ما عندي مشكلة أكل، لكن الستوك زيرو. شوفوا هذا، هاي اللي عندهم ذرة، هاي اللي عندهم، هاي عندهم وايد ذرة وبيرس، هاي شالين الأكل كله، إذا خلوا شي حق حد. وعندنا اوكي، يعني ما بحتاج تخزين وايد بالطريقة هاي، بس بحتاج اكل وايد. انا عندي 4 بيون بيتخرجون من المدرسة قريب. المدرسة والله استوت بعيدة مش قريب، على اساس ان المدرسة قريبة بس بعدتها من البيوت. زين، ابني مدرسة ثانية. زين هني اوكي، ببني مدرسة ثانية. في اشكال ثانية؟ لا ما في. ببني مدرسة هني عند البيوت، ولا مدرسة هني اشتي مكانه. لا افا، حبة ناقصني هني، بعد ناقص حبة بتزيد بيطقع جوي. لحظة، خلنا نحط لنا حبة مدرسة هني، وبهدم المدرسة هاي من تستوي المدرسة هاي. اوكي، على اساس انه هني في وايد ريسورس ما قاعد يجيبونه صح. خلني مع الريسورس هذا كله، لان عندي ناس فاضية، عندي ناس فاضية على ما يجمعون. الحين بيجمعونه في الشتاء، ما عندي مشكلة. زين، بنسوي المدرسة هاي قريب البيوت على اساس ما يروحون بعيد. اوكي، بنسوي لهم بير ماي هناك، وبنهدم من تستوي المدرسة، بهدم المدرسة الثانية. ابى اسوي شغلات ثانية بس الحين مش وقته. زين، الحين خلنا نشوف اللي هو اح، في واحد طاح من درج مات بالترتيب مسكين. انزين، قلنا اللي نهدم البيوت التول ماله هذا، خلنا نشيل هذا الاستراكشر. انزين، اول ما نشيل هذا المدرس بيروح هناك. اوكي، اوف، عندنا 10 عمال. لحظة لحظة لحظة، عندنا 10 عمال، نايس. هذا معناه اقدر احطي في السوق 2. زين، وبحطي 8 مزارعين زيادة. 1 2 3 4 5 6، لا انا اسف، معناه هذا بيستوي 12 مزارع. زين، وهذا بنحطي فيه بين، وهذا بنحطي فيه بين. زين، والحين اول الموسم يعني صدناهم في وقت عدل. اوكي، 12 مزارع المفروض يزيد الستوك عندنا، يطير شوي ستوك الزراعة. زين، هذا ياس يدرس طلاب. اوكي نايس، عندنا مدرسة يعني شغالة، اهم شيء مدرسة شغالة. اظن يكفينا هالحلقة. المهم، هاي كان معاكم خليل من قناة خليل جيمنج، وهذه كانت حلقتنا بنشت لليوم، تأسيس قرية صحيحة. بنشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.